السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم اقرأ. النهاردة قلت بقى إيه، يعني أدي أجازة كده لحبايبي الحلوين المقطعتين وأعرض لهم شوية فيديوهات، علشان يعني أكثر من ولي أمر وأكثر من أكثر من ولي أمر وأكثر من طالب قالوا احنا يعني نريح شويه من الحصص، ونريح شويه بقى من الف وباء وتاء، يعني عاوزين ندي رساله بمناسبه شهر رمضان. كل عام وانتم بخير. ندي رساله للمعلم ونقول له معلمي كل عام وانتم بخير. ده عنوان حلقتنا النهارده. الاطفال باعتين رسائل للمعلمين، قولوا يعني اشتقنا لكم معلمين الكرام كل عام وانتم بخير. استاذن مخرجنا يعني يعرض التلفونات النهارده للجمهور، النهارده لاولياء الامور والتلاميذ. يوم الحلقه كامله للاطفال ولاولياء الامور. احنا معانا دلوقتي اول فيديو هنعرضه لطفله 3 سنوات تقرا قران، اسمها جودي معوض كامل. استاذن مخرجنا يعرض الفيديو بتاعها. اقرأ كل سنة طيبين، ونسبة حلول شهر رمضان الكريم. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك أعبد وإياك أستحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا رب احفظ مصر وشعبه. اقرأ. مشاهدينا الكرام، ده كانت الطفلة جودي معوض كامل 3 سنوات. ده أول فيديو ليها، وحتى يعني بتقول يا رب، بتدعي لمصر، بتدعي لمصر في آخر الفيديو. ونستأذن برضو مخرجنا أنه يعرض الأرقام على الشاشة علشان أولياء الأمور تتواصل معنا، والأطفال حبايبنا الكرام كل سنة وانتم طيبين، وحشيني جدا حقيقة. يعني احنا قلنا زي ما قلنا لكم، احنا نريح النهاردة وناخدها فيديوهات لحبايبي الحلوين، وأي حد يتواصل معنا، أي حد عاوز يوصل رسالة للمعلم ويقول له كل سنة وانتم طيب، معلمي الفاضل، أستاذ الفاضل، كل عام وأنتم بخير، اشتقنا لكم. الحقيقة يعني أنا دايما بقول تحية واجبة وتعظيم سلام لكل من علمني حرفا، إن كان على مواقع التواصل الاجتماعي، إن كان في المدارس، إن كان في المعاهد، إن كان في الكليات، في أي مكان حد علمني حاجة أكيد طبعا يعني أدي له التحية. في فيديو لطفلة اسمها إنجي عبد الله حمودة من حضانة أحباب الرحمن بقرية الراهب، مركز شيبين الكوم، محافظة المنوفية. أستاذ مخرجنا يعرض الفيديو بتاعها. اقرأ. السلام عليكم، أنا إنجي عبد الله من حضانة أحباب الرحمن بالراهب، عاوز أقول لمس دودو I love you، كل سنة وأنت طيب. اقرأ 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 اقرأ. مشاهدينا الكرام، دي كانت الطفلة إنجي عبد الله حمودة من حضانة أحباب الرحمن بقرية الراهب، مركز شبين الكوم، محافظة المنوفية. حقيقة كان في فيديوهات كتير جات لي على الواتساب على الرقم بتاعي، لكن يعني برضو لضيق الوقت هنعرض بعضها فقط. ودلوقتي وصلنا ليارا وائل، برضه حضانه احباب الرحمن. مش عارف يعني معظم الحضانه دي بالذات يعني متفاعله معانا جدا مع البرنامج، وبيشاهدوا البرنامج كويس جدا. وانا عاوز معظم الحضانات ومعظم
الحاجه يعني يوصوا ابنائهم يعني عشان يتفرجوا على البرنامج، مفيد جدا وفي التاسيس يعني. يا روائل حضانه برضه احباب الرحمن بقريه الراهب شبين الكوم محافظه المنوفيه. يا روائل استاذ مخرجنا يعرض يا روائل ونرجع تاني. اقرا 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 اسمي يا روائل من حضانه احباب الرحمن. كل مزدوده كل سنه وانت طيبه يا مزدوده وحشيني قوي. اقرا 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 اقرأ اقرأ اقرأ. مشاهدينا الكرام، ده كانت يارا بتبعت رسالة للمعلمة بتاعتها بتقول لها كل سنة وانت طيبة وحشتينا جدا. الفيديو الأخير النهاردة لعمر عماد عبد السلام ابن الدكتور عماد عبد السلام هيشرح لنا حرف الفاء. نروح له ونرجع لكم تاني. اقرأ 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 اقرأ. السلام عليكم يا ماما الله وبركاته. انا عمر عماد يا اصحابي. النهارده هناخد حرف الفاء. النهارده اوريهم اوريكم دلوقتي حرف الفاء. اهو حرف الفاء يا اصحابي. اصواته هي اسمها ايه؟ فا فتحه فا، في كسرة في، ضمة فو. الكلمات اللي بتبدأ بحرف الفاء: فاء، فراشة، فاء فيل، فاء فجر، فاء فرشاة، فاء فاء. فين حرف الفاء يا اصحابي؟ اهو بصوا بصوا، وعاد هو بيتكتب سهو سهل خالص سهل. خلاص كده يا اصحابي، اشوفكم ان شاء الله. باي باي. انا عمر عماد. ايه اقرا 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 اقرا. زي ما شفنا مشاهدينا الكرام، الطفل عمر عماد عبد السلام ابن الدكتور عماد عبد السلام الفيوم وشرح لنا حرف الفاء. كنت عايز اركز على حاجه، ان الناس بتزهق من كتر الحركات. يعني مثلا اقول ايه؟ باء فتحه باء، باء كسره بي، باء ضمه بو، باء بعدها مد بالالف باء، بعدها مد بالياء بي، بعدها مد بالواو. ويقول يا استاذ انا زهقت من كتر الحركات، عمال تدينا كل يوم حركات وتراجع عليها. اقول هي الحركات دي هي اللي هتوصلني للكلمه عشان اعرف انطقها كويس، وخاصه السكون. الناس صعب عليها السكون شويه الاطفال، بس ولكن احنا اتعلمنا ان الحرف الساكن حرف ضعيف، ها ما ينفعش يتنطق لوحده، صح ولا لا؟ تمام. طيب الارقام على الشاشه الاستاذ اسلام، الارقام على الشاشه، وممكن لو يعني نرحب باي مداخله من الساده المشاهدين. و تمام. قلنا دلوقتي ان الحركات يا حضرات اهم حاجه، ماشي. احنا طبعا اتعلمنا ان خدنا الالف والباء والتاء والثاء والجيم والحاء والخاء، عرفنا الحروف المرققه ايه والحروف المفخمه ايه. تمام كده؟ تمام تمام يا اسلام، عشان تبقى صح 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 معايا بس. تمام كده. فيه ناس بتسال، بتقول ان برضه يعني بتقول انت مصر على الحركات كتير، اقول لهم هي دي اللي هتوصلني للقراءه الصحيحه. في ناس بتخطا في الكتابه، في ناس بتخطا في الكتابه. مثلا الالف ما ينفعش ينزل مع السطر ويكون طويل. تمام كده، ده حاجه. الحاجه الثانيه الباء كذلك والتاء كذلك والثاء كذلك. الجيم بس اللي في اخر الكلمه اللي هي بتنزل مع السطر. تمام كده. معانا الاستاذ مصطفى حبش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. استاذ مصطفى، اخبارك؟ حضرتك فن. الحمد لله رب العالمين. اخبارك؟
الحمد لله. انا بشكر حضرتك اولا لاستقبال حضرتك بالمكالمه التليفونيه، الله وبشكر يكرمك. اسره ده البرنامج. ده واجبنا يا استاذ مصطفى، والله واجبنا. حضرتك واسره البرنامج كل سنه وحضرتك طيب، واسره البرنامج بخير ان شاء الله. كل سنه وانت طيب. طب ابناء حضرتك بقى يعني مش عاوزين يوصلوا رساله للمعلمين بتوعهم؟ طبعا هم انا على لساني وهخليهم يكلموا حضرتك. انا اولا انا اعتبر من محبين صلاه الصحه والجمال. الله يكرمك يا استاذ مصطفى. يعني انا مبسوط بمنهج حضرتك والاسلوب اللي حضرتك بتقدمه لاطفالنا، ودي حاجه بتؤدي رساله عظيمه. واولادي قاعدين معايا على الشاشه وبنتفرج والله مبسوطين. طب يا استاذ مصطفى، على ايامنا احنا ما كانش التعليم بالطريقه دي، صح؟ لا ما فيش خالص فن. تمام. بس ايه يعني موضوع الحركات والصوتيات وشكل الحرف وصوت الحرف والطريقه دي عجبتك؟ طبعا يا فندم، ده حاجات جميله، والتعلم عن بعد ده حاجات اجمل. يعني انت حضرتك بتقدم رسالتين، بتحفظنا اولا من الامراض الخطيره اللي مصر بتمر بيها، وربنا يحفظ مصر وشباب مصر. اللهم امين يا رب. اللهم امين. وحضرتك بتدي رساله لاطفالنا وبنعلمهم واحنا قاعدين وبنتعلم معاهم الحاجات اللي احنا ناقصانا من الصغر، ساعات بنكملها مع حضرتك برضه كتر خير. انا قلت يا استاذ مصطفى ان الفتره العصيبه اللي بنمر بيها دي والعالم كلها بيمر بيها، قلت ان لابد اعمل برنامج زي كده عشان اطفالنا حتى ما ينسوش القراءه والكتابه، واللي ما اتعلمش يتعلم. والله دي حقيقه، لان حضرتك انت احنا في الفتره دي فتره الاجازه بتاعت الطلبه او فتره اللي الطلبه تعمل فيها بحث، احنا افتقدنا حاجات كتير، لان الطلبه ما بتتواصلش مع المدرسين كويس عشان حضرتك عارف الظروف اللي البلد بتمر بيها، ففي الحاجات دي هتعود علينا بالخير. يعني اتمنى حضرتك يعني ابناء حضرتك في سنوات ايه وايه؟ انا عند حضرتك عندي جانا في اولى في رابعه، تمام، وعندي لميس في كي جي، تمام، داخل اولى ان شاء الله، واحمد ان شاء الله داخل ثاني اعدادي ان شاء الله. تمام. لميس يعني ما قعدتهاش كده قدام البرنامج كده عشان تتعلم شويه كده عشان السنه الجايه كده تبقى تمام؟ لا طبعا يا فندم، انا بعتها قدام البرنامج وحتى كانت مبسوطه بالطفل اللي قبل حضرتك من شويه قبل. طب فين لميس؟ فين لميس او جانا او احمد، نكلم اي حد فيهم؟ طب ممكن تكلم جانا الاول حضرتك؟ تمام ماشي. جانا مع حضرتك يا فندم. ايوه جانا. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، فينك يا جنى؟ الحمد لله. انت اللي عامل ايه يا استاذ محمد؟ الحمد لله رب العالمين. اخبارك انت ايه؟ وحشاني والله. ايه؟ اخبارك ايه؟ كل عام وانتم بخير. مش عاوزه توصلي كده رساله كده لمعلم او معلمه كده تقولي كل سنه كل عام وانتم بخير كده على الهواء؟ بقول انه اسره البرنامج كل سنه وانتم حضراتكم طيبين. كل سنه وانت طيبه يا جنى. وبقول لميس عفاف وابله سماح كل سنه وانتم حضراتكم طيبين، وانا هم وحشني قوي. لا اكيد هم دلوقتي بيتفرجوا واكيد يعني سامعينك كويس جدا وهم عارفين ومقدرين الظروف يعني. جنى مش عاوزه يعني نفسك في ايه كده لما تكبري كده؟ تطلعي ايه؟ نفسك تطلعي ايه بعد لما تكبري كده؟ سفيرة. سفيرة حتة واحدة كده؟ طيب احنا دلوقتي احنا البرنامج تأسيسي، ما انتش عاوزة مثلا ندعم البرنامج وفي آخر البرنامج كده نعمل شوية تأسيس نحو كده عشان النحو يتظبط عندك شوية؟ إيه رأيك؟ فكرة؟ ماشي. يعني أنا قلت إيه؟ يعني اللي رايحين تالتة واللي رايحين رابعة واللي رايحين خمسة أكيد محتاجين تأسيس في النحو، صح ولا لأ؟ صح. فقلت ايه يعني ناسسهم في النحو، بناسس الصغار في القراءه والكتابه، ما ناسس اللي رايحين رابعه وخمسه وسته في النحو، ايه رايك في الفكره؟ لا فكره جميله، يا ريت. تمام. رمضان خلاص بكره، كل سنه وانت طيبه. فين لميس؟ لميس قاعده جنبي. طب اكلمها؟ ماشي. ايه مكسوفة لميس؟ على تجري. تمام. كل سنة وانت طيبة يا جنى، وكل سنة وانتم طيبين جدا. والأستاذ مصطفى، ممكن أستاذ مصطفى معانا ولا ايه؟ رحت فين؟ هو معانا. على العموم يا جنى كل سنة وانت طيبة، وأكيد رسالتك وصلت للمدرسين بتوعك،
وان شاء الله هنفكر في موضوع تاسيس النحو في يعني نص الحلقه او اخر الحلقه ممكن اعملها في تاسيس النحو، والجزء الاولاني في تاسيس القراءه والكتابه. شاكرين جدا يا جنى، ومش عاوزه يعني الاستاذ مصطفى مش عاوز يقول حاجه كده قبل نهايه المكالمه. شكرا حضرتك، انا بتشكر لحضرتك، واحنا هنتابع برنامج حضرتك كتير، واتمنى انا قلت النهارده نخليها كده النهارده، ايه يعني بيني وبين اولياء الامور والطلبه، ايه رايك؟ مش فكره برضو عشان ايه يريحوا شويه من المذاكره. والله فكره جميله يا استاذ محسن، اتمنى المزيد من افكار حضرتك الجميله واسلوب حضرتك الرائع والتقديم اللي انت بتقدمه لنا على الشاشه وبتنصح بيه اولادنا، حاجه جميله والله. بسم الله ما شاء الله، ماشي. ربنا يحفظك من كل سوء ويحفظ اهل مصر والبرنامج. اللهم امين يا رب، اللهم امين يا رب. متشكرين جدا يا استاذ مصطفى، متشكرين على مداخلتك، وكل عام وانتم بخير. معالي الاستاذ محمد، السلام عليكم. معالي الاستاذ محمد، السلام عليكم. الو الو، السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معايا يا فندم؟ محمد من الشرقية يا باشا. الاستاذ محمد من الشرقية. ازيك يا استاذ محمد؟ منين من الشرقية بقى؟ استاذ محسن. منين من الشرقية؟ منين من الشرقية؟ من الزقازيق. منين من الزقازيق؟ عشان بحب اهل الشرقية يعني. هو حضرتك داخل تتعرف ولا؟ انا داخل اتعرف. انا داخل اتعرف. بحب اهل الشرقية يا اخي. ايوه يعني. شكرا استاذ محمد، المكالمة فصلت. شاكرين جدا. زي ما قلت لكم حضرات، احنا نعتمد النهارده زي ما قلت لكم، انا يعني مخلي الحلقه بتاعت النهارده لاولياء الامور، مخليها للاطفال، اطفالنا الاحباء، علشان هم قاعدين اكيد زهقوا شويه من القعده في البيت، بس احنا بنقول لكم يعني انت هتخليك في البيت، بس انا يعني مش هنقطع التواصل معاك، ودايما دايما في بالي والله العظيم، ودايما بفكر دايما ازاي نتقدم بأطفالنا، وإزاي وخاصة أننا هنبدأ التأسيس. أهم مرحلة في مراحل بناء الطفل هو التأسيس. اتعلم قراءة وكتابة صح، تمام. اتعلم تأسيس قواعد اللغة العربية صح، والله هيبقى تمام تمام بعد كده في أي لغة تانية. ده يعني عن تجربة يعني. وإن شاء الله تعالى فكرة جنى إن شاء الله يعني هنطبقها إن شاء الله قريب، وهنخلي جزء من الحلقة لتأسيس في قواعد النحو عشان خاطر جنى. تمام يا جنى؟ مشاهدينا، زي ما قلت لكم تاني، ثالث ورابع وعاشر كمان، نركز على حركات الحروف. يا ما تزهقش، اولي الامر ما يزهقش، يقول لك الف همزه فتحه ا كسره اي ضمه او، تمام كده. لما تيجي تكتب الالف ما تنزلش من على السطر، واكتبه طويل كده، تمام كده. الباء ما تنزلش من على السطر، الباء الالف مرققه والباء مرققه. معالي الاستاذ محمود من دمياط، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ محمود. عليكم السلام، اخبار حضرتك ايه؟ كل عام وانتم بخير. وحضرتك بخير وسعاده يا رب. اللهم امين يا رب. اتفضل، انت متابع برنامج اقرا ولا متصل بالصدفه؟ لا متابع يا فندم، بس يعني ايه، متابع عن قريب لسه. لا يعني نرجع لك تاني ونعيد لك على الحروف كلها عشان خاطر اولاد حضرتك او اخوات حضرتك. ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك. ابناء حضرتك عندهم كم سنه؟ نعم، ابناء حضرتك في السنوات الدراسيه، اي سنه دراسيه؟ في الابتدائي، هم لسه في ثانيه وثالثه. ثانيه وثالثه، بسم الله. عاملين ايه في القراءه والكتابه اللي في ثانيه وثالثه؟ لا ثالثه بدا يقرا عادي يعني، بدا يقرا خلاص، لكن ثانيه لسه شويه. لسه شويه. زي ما قلت لحضرتك، لو نبدا بالحركات صح، بالصوتيات صح، يكتب شكل الحرف صح، يمسك القلم في البدايه خالص صح، والله يعني ان شاء الله يعني هنرتقي ان شاء الله تعالى بالقراءه والكتابه. طب حضرتك ما عندكش اي اقتراح نقدمه في البرنامج حضرتك يعني شايفه؟ والله بص حضرتك، هو البرنامج جميل جدا وكويس، بس برضه يعني لازم يبقى في شرح او ايه زي نظام عرض. لا هو نظام عرض، ما على فكره انا بشرح وبكتب على السبورة النهارده، بس كده مخليها لاولياء الامور والطلبه بس. انا فاهم انا فاهم قصد حضرتك. يعني انا مثلا عندي ابن طريقه مسك القلم نفسها لقيتها بيمسكها غلط. تمام تمام، فلقيته بعوده يعني لازم يتعود عليها، لازم يتعود. يعني انت قصدك يعني نعلمه من الاول خالص ازاي يمسك القلم من البدايه، لان برضه في حاجات ممكن. هو في سنه، هو عنده كام سنه دلوقتي؟ اه حضرتك على حاجه، اللي مش عارف يمسك القلم بتاع سنه ثانيه ولا بتاع ثالثه؟
لا تانية. حضرتك يعني انت ممكن تعلمه على فكره، بص ماسكه القلم، ثلاث صوابع دول اهو، بالثلاث صوابع دول اهو اهو حضرتك. ايوه يعني لو واحده واحده. وبص وفيها فكره حلوه جميله جدا، يعني لو انا معايا دلوقتي عمله دلوقتي، يعني احنا بالثلاثه دول السبابه والوسطى ده مقول ابهام، الصبعين دول في ساعات بيتلخبط كده وصح، حط عمله معدنيه كده وبالصبعين الخنصر والبنصر ويمسكهم كده ويقعد فتره كده، هيتعلم واحده واحده يعني، هتعلمه يعني انت ايه، تخليه بس بيمسك القلم بالثلاث صوابع دول وبالخنصر والبنصر دول الصغيرين، حط على يعني عمله معدنيه ويفضل ماسك عليها ما يسيبهاش خالص، واحده واحده هيتعلم وهيبقى تمام ان شاء الله تعالى. وبرضه ان شاء الله برضه يعني وسائل توضيحيه اكثر ان شاء الله هعرضها في الحلقات القادمه ان شاء الله تعالى. متشكرين جدا الاستاذ محمود من دمياط. فكره برضه جميله الاستاذ محمود قال عليها، ان يبقى فيه وسائل توضيحيه وعرضه افضل من ذلك. موضوع مسكه القلم فعلا يا حضرات، ما يعني لو مسك القلم غلط الطفل هيتعود على كده وهيتعب نفسه كتير قوي. ما تزهقوش من الكتابه، انزل اكتب الحروف وانزل بيها اكثر من مره، شكل الحرف زي ما قلنا كراسه شكل الحرف هي لشكل الحرف عشان تتعود على شكل الحرف في اول الكلمه وفي وسط الكلمه وفي اخر الكلمه، ولو سبقها حرف رفاص طبعا انت اكيد عارفين الحروف الرفاصه هي ايه. ها نعيد بسرعه كده مع بعضنا، طب الحروف المفخمه هي ايه؟ حد يقول لي؟ ها الخاء يلا، والصاد والضاد والطاء ها والظاء تمام كده، والغين والقاف، سبع حروف ببوز وانا بقولهم. عمر يا فندم برضه اسمه محسن يعني. الاستاذ معانا الاستاذ محسن، السلام عليكم. ازيك يا استاذ محسن؟ الحمد لله. وحضرتك اسمك محسن وانا محسن، ايه رايك بقى؟ اه والله فرصه سعيده يا استاذ محسن والله. كل سنه وانت طيب. وانت بالصحه والسلامه يا باشا والله. انت متابع برنامج اقرا ولا النهارده كده يعني؟ لا والله حضرتك دي تاني مره تابع البرنامج. النهارده انا قلت حضرتك النهارده ما فيش سبوره عشان الاطفال بداوا يزهقوا، بقى لنا كام حصه، بقى لنا كام حلقه، وقلنا ايه نريحهم النهارده ونعرض لهم فيديوهات، ولو ابن حضرتك او اي حد من ابنائنا عاوز يعرض فيديو صغير لطفل ما فيش مشكله نعرضه في نهايه البرنامج. وحضرتك شايف في اي اقتراحات او شايف اي حاجه ملاحظات يعني على البرنامج احنا يعني بصدر رحب ننفذها يعني؟ والله والله يا استاذ محسن ربنا يبارك لك اولا، ربنا يبارك لك اولا، وربنا يبارك لنا في معلمين مصر رقم واحد. الله يكرمك حبيبي، الله يخليك. وحضرتك انا عندي بنت اسمها ايام. عندها كام سنه؟ بس عندها هي رايحه ثانيه ابتدائي يا فندم. ايوه ايوه، هي كانت في سنه اولى السنه دي. ايه يا باشا؟ كانت في سنه اولى السنه دي. كانت اولى السنه دي وطبعا الترم الثاني ما كملوش ما كملتش يا ما كملتش. وحضرتك منين؟ ايه يا باشا؟ حضرتك من فين؟ انا حضرتك من القمح. مين يا القمح؟ منين من القمح؟ أنا مش عامل زي البني آدم اللي كلامك بأسلوب مش لطيف. بقول لك أنا ما هو بلدياتك على فكرة. لا 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 ما بلدياتي المفروض إحنا معروف. أنا على فكرة أنا أقول كده عشان أنا بحب الشرقية جدا على فكرة. يا فندم معروف إن أهل الشرقية أهل كرم. أكيد طبعا. لا وأنا أصحابي على فكرة أنا أصحابي كتير في الشرقية ومن القمح. عارف قرية العزيزية؟ ايوه يا فندم ده جنب على فكره بالمناسبه، انا في مركز مين يا لمح. ايوه انا رحتها كتير، رحتها كتير. ومن قريه صغيره اسمها بني قريش مركز مين يا لمح. تمام تمام. اهل الشريعه كلهم اهل كرم، من اكبرهم الى اكبرهم عشان مفيش حد فيهم صغير. واشكر حضرتك، اشكر حضرتك جدا. تاني انا ما بزعلش على فكره من اي انتقادات، وفي يعني صدر رحب لاي انتقاد والله. واهل الشرقيه معانا جرجس، السلام عليكم. الو الاستاذ جرجس. ايوه يا فندم، رمضان كريم محسن. مساء الفل. مساء الفل يا باشا. انا متابع برنامج حضرتك جدا من يعني مثلا اربع حلقات كده مع اولاد اختي، ف
فحضرتك يعني ايه راي حضرتك يعني الاطفال استفادوا ولا زود الشرح عن كده شويه او زود لا الوقت؟ لا 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 جدا كويس جدا جدا يعني كده جميل جدا. هي الولاد عندي في ثالثه ابتدائي وثانيه ابتدائي تمام مراحل يعني في البدايه خالص وحضرتك بادئ معاهم من الاول يعني. وانا قلت ان فتره الحظر دي والناس قاعده بقى لهم فتره الطلبه ممكن ينسوا القراءه والكتابه قلت اذكرهم يعني. فعلا دي حقيقه فعلا يعني جزاك الله خيرا على اللي حضرتك بتقدمه دوت يعني ومن تقدم لتقدم. ربنا يكرمك يا رب. ما فيش اي اقتراحات او ملاحظات على البرنامج ممكن نصلحها يعني او نقدمها؟ لا 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 احنا بس يعني ممكن يعني نبتدي في كلمات على فكره انا بدي كلمات كل حصه مع كل حرف ومع كل شكل حرف كمان يعني يعني مثلا بالفتح بدي كلمات بالفتح بالكسر أيوه. بدي كلمات بالكسر ولو بالسكون كذلك بس أيوه يبقى أيوه. انت مش ملاحظ حلو بقى لا لا بس غصب عني بس انا في حاجه يا استاذي مش يعني انا ما بحبش اديله كلمه على طول من الحروف أيوه. اللي خدها بطلع له كلمه مش عايز اديله حروف زياده عايز يبقى يعني مش عاوز بالشكل كده اسد وزي زمان فاكر اسد لا 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 انا أيوة عاوز فعلاً انا عاوز يستهجى يا استاذي انا عاوز يستهجى حرف أيوة صح حرف صح لان اللغه العربيه دلوقتي بقى الموضوع استهجى كويس وعرف ينطق الحرف والحركه كويس هيبقى تمام والله ولسه في مراحل تانية ده لسه في حاجه اسمها مقاطع صوتيه متابعين تحليل متابعين تحليل مقاطع صوتيه وفي دمج لسه يعني قصدي ان لسه في مراحل كتير ان شاء الله واحده واحده ان شاء الله يعني هيبقوا تمام الاولاد كلها ان شاء الله. متشكرين جدا يا استاذي حقيقه يعني مبسوط جدا النهارده الا ان انا خصصت حقيقه يعني كنت تعبان شويه في بدايه النهار لكن الحمد لله رب العالمين اول ما ما بيقرب اللي انا بقابلكم ببقى تمام والبرد بيروح والتعب بيروح ان شاء الله تعالى يعني في رمضان هستمر البرنامج ان شاء الله تعالى وهنكمل الحروف ويعني مفتوحه بقى ان شاء الله في رمضان بالذات اي حد عاوز يبعت طفل صغير عاوز يقرا قران تحت امره حتى على الهوا كمان ما فيش مشكله عايز يذاكر لي على الهوا برضه عاوز اصحح له على الهوا برضه انا تحت امره يعني احنا عايزين نخلي يعني فرصه الحظر ديت عاوزينها تبقى منحه وليست محنه عايزين نطلع يعني انا كشخص انا عن نفسي انا يعني بعمل يعني حاجات هقولها لكم ويا ريت الناس تتبعها وتعمل زيها ولو في حاجه ثانيه يقولوا لي كمان ممكن نعمل ايه احنا بنبدا في البيت احنا ساعات كتير في البيت بنبدا الصبح بقراءه القران تمام كده من يعني يقعد برضه يلعب على الكمبيوتر عادي او يتفرج على التلفزيون عادي بنسمع له الحاجه اللي هيحفظها كان 3 4 سطور مثلا او كم ايه من من بنسمع له حاجه قديمه من القران من من, من عملت حاجه جميله جدا ويا ريت الناس كلها تعمل زيها كنت بعملها وانا صغير يعني انا حفظت النهارده مثلا وليكن مثلا من سوره تبارك مثلا او سوره عامه مثلا 5 أو 6 آيات بعمل إيه؟ في الصلاة الجهرية بقوم يعني كنت أنا الإمام وأنا صغير إخواتي أو في البلد وأقرأ من الحاجات اللي أنا حفظتها النهاردة عملت إيه بقى مع مسلم ومؤمن أنا عندي طفل اسمه مسلم وطفل اسمه مؤمن 5 ابتدائي وتانية ابتدائي عملت إيه؟ قلت لهم أنا هصلي بيكو الصلاة السرية قالوا ماشي طب الصلاة الجهرية المغرب والعشاء قالوا قلت لهم ان المغرب والعشاء انتوا اللي حصل واحد مسلم هيصلي المغرب مثلا ومؤمن هيصلي العشاء هو هيأمن انا تمام كده واللي حفظته النهارده هتسمعه بس هتسمعه لي بره عادي خالص نهائي بس في الصلاه هتصلي بيها ده هي فكره ممتازه في ثبوت الحفظ جربتها مع اطفالي مع اولادي رائعه فوق الرائعه والله انا بدات الحمد لله رب العالمين يعني متعلم تجويد والحمد لله رب العالمين دارس من فتره في معهد اعداد الدعاء فيعني الحمد لله يعني معلومات لا باس بها في التجويد والحمد لله رب العالمين يعني وصلت مستوى كويس فكل واحد يعني يجرب مع ابنائه مش عارف الاستاذ وليد يعني ايه يا استاذ وليد لسه بدري كده خلاص يعني ماشي يا استاذ وليد بجد يعني انا مبسوط جدا والله مشاهدينا الكرام مبسوط جدا ان كنت معاكم النهارده وانا حاسس ان احسن حلقه عندي النهارده برغم ان كنت يعني دخلت متاخر شويه وزعلان من الاستاذ وليد شويه بس مفيش مشكله الناس كلها اللي معايا بجد يعني اشكرها شكرا جزيلا استاذ وليد على راسهم الاستاذ اسلام والاستاذ اسلام صوت والاستاذ اسلام بي تي ار
الناس كلها، وطبعا يعني الاضاءه كلها استاذ الفاضل سيد نجيب. طبعا عم عزب شفاه الله وعافاه، النهارده تعب شويه، شفاه الله وعافاه. كل عام وانتم بخير، وكل الناس كلها حبايبي. ونهار ابيض، وعم اسامه ده ما اقدرش انساه، عم اسامه خلص نهائي، والاستاذ محمد رمضان، وكل الكبير والصغير في القناه. كل عام وانتم بخير. مشاهدينا الكرام، اشكركم لحسن متابعتكم، والى ان التقي بكم الحلقه القادمه، اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.